ورحمة الله وبركاته. الإخوان تبث فيديو ليلي لميدان عبد المنعم رياض قبل الغروب، وما زالت فضائح جماعة الإخوان مستمرة ببثها لفيديوهات وصور مفبركة، حيث تواصل اللجان الإلكترونية والأزرع الإعلامية لجماعة الإخوان بث سمومها لتزييف الواقع وقلب الحقائق وتصدير صور مخالفة لما هو موجود على أرض الواقع بهدف زعزعة الاستقرار، حيث نشرت فيديو مفبرك تدعي فيه بدء مظاهرات 20 سبتمبر في عبد المنعم رياض. والمدقق للفيديو يتأكد مدى كذب وخداع تلك اللجان الإلكترونية وفبركتها للفيديوهات، حيث يظهر الفيديو ليلا في حين أن التوقيت الذي نشر فيه يفترض أنه في تمام الساعة 6 مساء أي قبل غروب الشمس، وهو الأمر الذي يدل على مدى كذبهم وفبركتهم للصور والفيديوهات. يذكر أن قناة إكسترا نيوز قد فضحت قناة الجزيرة القطرية التي ادعت أن هناك استنفارا أمني في محافظة القاهرة تزامنا مع دعوات التحريض في 20 سبتمبر وتصوير سيارة نقل أموال على أنها سيارة أمن مركزي. وذكرت قناة إكسترا نيوز أن القناة القطرية ادعت أن قناة نقل الأموال هي سيارة أمن مركزي، إلا أن الصورة تفضح أكاذيب القناة القطرية، حيث أن سيارة نقل أموال ولا علاقة لها بالأمن المركزي. وقبلها فضحت قناة إكسترا نيوز ادعاءات وأكاذيب قناة الجزيرة القطرية التي ادعت وجود مظاهرات في محافظة الإسكندرية اليوم، وهو ما نفاه مراسل إكسترا نيوز في الإسكندرية، حيث تم تصوير الشوارع وهي خالية من أي مظاهرات على الإطلاق. وأعرضت قناة إكسترا نيوز آراء المواطنين في محافظة الإسكندرية الذين كذبوا قناة الجزيرة القطرية، وأكدوا أنه لا يوجد أي مظاهرات خرجت من المحافظة، مؤكدين أنه لا يوجد أي تجمعات على الإطلاق في المحافظة. وبعدين يا جماعة، ما احنا في مصر ما شفناش الكلام ده، ولا في مظاهرات ولا في بني آدم طلع في الشارع إلا عشان أكل عيشه. ابعدوا عننا بقى، بلاش أرض.